أهلا بيكم، بنقدم لكم مصاريف ومعلومات عن مدرسة عيون مصر. ده عنوان ورقم تليفون المدرسة. بالنسبة للمصاريف بتكون 13,650 جنيه، الكتب 2,400 جنيه، اليونيفورم جميع القطع في حدود 2000 جنيه، بإجمالي 18,050 جنيه. مفيش رسوم تسجيل ولا شير ولا فتح ملف في المدرسة. الباص أقل مسافة ب5,500 جنيه، وأكبر مسافة بتكون 8,000 جنيه لحد منطقة العصفرة، وبتختلف في المسافات التانية على حسب كل مسافة. اليونيفورم بتشتروه بالقطعة حسب احتياج كل واحد، وسعر جميع القطع زي ما مكتوب في الكشف 2000 جنيه. المدرسة لغات ناشونال إنجليزي، وبيدرسوا اللغة التانية اللي هي الفرنساوي من المرحلة الابتدائية. والمدرسة راهبات ومشتركة، يعني بتقبل أولاد وبنات. المدرسة مترخصة لحد المرحلة الثانوية، لكن لحد دلوقتي بيستقبلوا الطلبة من أول بلاي سكول لحد تالتة إعدادي بس. والمرحلة الثانوية خلال السنين اللي جاية هتتفتح بالتدريج، يعني طلبة المدرسة اللي في إعدادي هيبتدوا يدخلوا ثانوي، فهتتفتح المرحلة الثانوي بالتدريج خلال السنين اللي جاية. بالنسبة لسن التقديم في 1 أكتوبر، بلاي سكول من أول 5 سنين إلا يوم فأقل، يعني بيبدأوا من 5 سنين إلا يوم وبينزلوا بالسن لحد ما ياخدوا العدد اللي هم محتاجينه. بالنسبة لكي جي وان برضو بيبدأوا من 6 سنين إلا يوم فأقل، يعني بيبدأوا من السن الأكبر اللي هو 6 سنين إلا يوم وينزلوا بالسن لحد ما ياخدوا العدد اللي هم محتاجينه. سن القبول بيتغير من سنة للتانية، وبيعتمد على تنسيق السن للمتقدمين من الأكبر للأصغر، وطبعا الأكبر بيكون ليه الأفضلية وعلى حسب نتيجة الانترفيو. أقل سن اتقبل خلال السنين اللي فاتت لمرحلة بلاي سكول كان 4 سنين و4 شهور، والمرحلة كي جي وان كان 5 سنين و4 شهور. ودي بعض الصور للمدرسة. لو تحبوا تعرفوا مصاريف ومعلومات عن باقي المدارس هتلاقونا سايبين لكم الروابط تحت الفيديو، ونتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة، وبالتوفيق ان شاء الله.